بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك ديزاين. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض شرح برنامج ريفيت 2020. هتكلم النهاردة عن موضوع مهم اللي هو الدايمنشن وأساسيات الدايمنشن، إزاي إن أنا أعمل دايمنشن في البرنامج. المرة اللي فاتت شرحت لكم حل مشكلة عدم ظهور الإليفيشنز في البرنامج اللي هي الإيست والويست والنورث والساوث، وازاي ان انا حملت التمبلت مجانا من موقع ايبوتيسك. عايزين تدخلوا على الدروس السابقه، بتدخلوا على اسم القناه من اسفل الفيديو، بدخلكم على القناه وبتشوفوا جميع الدروس. ولو في اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات وانا هرد عليكم ان شاء الله. قبل ما نبتدي الدرس ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. زي ما احنا شايفين ده برنامج ريفيت، وده عندي هنا بلان معماري. اول حاجه هتكلم عن الدايمنشن، ازاي ان انا اعدل فيه. الدايمنشن بيجيبه منين؟ اما بكتب دي اي من الكيبورد، او ان انا بروح عند انوتيت وبلاقي عندي هنا الدايمنشن موجود، الالايند واللينر وانجلر والريديال والدايمتر والارك لينس. طبعا الحاجات دي احنا كلنا عارفينها، اللي درس معايا في الاوتوكاد انا شرح الكلام ده في الاوتوكاد. طيب انا اجي اعمل الايند، اول ما بعمل الايند بيظهر لي هنا تحت او فوق زي ما انا قلت، ممكن نفس البار دي تبقى موجوده فوق، فبيظهر لي هنا تحت في هنا اهو سهم كده في الوول سنتر لاينز والوول فيسز والسنتر اوف كور والفيسز اوف كور. احنا غالبا في الاركتكتشر بنستخدم الوول فيسز، فهعملها هي دي الديفولت بتاعي. وفي عندي هنا حاجه اسمها بيك هشرحها بالتفصيل مع الدايمنشن، اللي هي فيها انتر وولز وفيها individual reference. كويس، هنخليها دلوقتي individual وهعمل دايمنشن. ادي الدايمنشن اهو، هاخد دايمنشن من هنا من هنا من هنا ومن هنا كده، ادي الدايمنشن بتاعي. طيب انا عايزه اغير في الدايمنشن الوحده بتاعت الرسم بتاعتي دي، زي ما انا قلت قبل كده بروح عند مانج وبخليها من هنا لينس اللي هي بروجكت يونس لينس، وبعدين بدوس على ده هنا اعمله لي بالمليمترز، ممكن ان انا اعمله بالمترز. طبعا انا هخليه زي ما هو، الافضل ان انا باخد الدايمنشن على اساس الرسم اللي انا بعمله اللي هو البروجكت اللي موجود عندي، فانا هخليه زي ما هو. وزي ما شايفين كتب لي الدايمنشن هنا، اروح عند ايديت تايب ونيجي نشوف هنا مع بعض. في عندي اهو ممكن ان انا اغير شكل الليدر تايب من الارك، بدوس كده وبختار لاين او ارك. كويس، كمان عندي لو نزلنا هنا تحت كده في الكلر، ممكن ان انا اغير الكلر بتاع الدايمنشن اعمله اي لون تاني، فمثلا هعمله احمر هنا كده ونشوف هيعمل ايه. وعندي التكست، ودي مهمة جدا ان انا بغير في شكل التكست اللي مكتوب. فانا عندي الويدث فاكتور ممكن ان انا اغير فيها، الاندرلاين ممكن احطره اندرلاين او اعمل الكتابة ايتاليك او اعمل الكتابة بولد. وعندي التكست سايز هنا زي ما احنا شايفين بالمليمتر، والتكست اوفيس، وممكن ان انا اغير في الفونت. عندي الفونت هنا اريال، لو انا دوست كده وعملت بالسهم ده كده وبختار من هنا الفونت اللي انا عايزاه بكتب بيه. وهنا التكست باك جراوند ممكن هو يبقى اوبك او ترانسبيرنت زي ما انا عايزه. هنيجي بقى للي هنا اليونس فورمات. اليونس فورمات دايما لو انا دوست عليها كده اخليها يوز بروجكت سيتنج، يبقى الفورمات بتاعتي دايما اخليها اليوز بروجكت سيتنجز، ودي مهمة جدا، واقول له اوكي. يبقى احنا هنا الجزء ده اللي هو اللي انا بغير فيه في التكست بتاعتي، انا غيرت في اللون مثلا هنا فاقول له ابلاي وبعدين اوكي، غير لي لون التكست زي ما احنا شايفين كده. هرجع تاني للدايمنشن ونكمل الشرح بتاعه. انوتيت بندوس عليها وبعدين الاين، وهاجي زي ما انا عملت قبل كده وهاخد المقاس ده، وانا عايز اخد مقاس الشباك من هنا لهنا. كويس،
اداني المقاس بتاع الشباك كده. طيب انا لو عملت اندو وغلطت مثلا انا بعمل وما كملتش او ما حددتش النقطه دي، ما تحددش معايا وخدت من هنا لهنا كويس، وانا اصلا عايزه الفتحه كلها بتاعه الشباك، يعني انا في هنا غلط، بعمل ايه؟ عندي هنا في الدايره اللي احنا شايفينها هنا دي في المنتصف اهي، موف ويتنس لاين دي، ممكن ان انا عن طريقها كده اجي كده اهو وباجي احرك يظبط لي او بياخد لي فتحه الشباك زي ما احنا شايفين النقطه دي اللي ممكن ان انا احركها. طب انا عايزه اعمل من هنا، هاجي ادوس على الدايمنشن كده، هاجي ادوس تاني على الدايمنشن وهاجي عند النقطه دي اهي، يبقى انا ممكن ان انا احرك عن طريق النقطه دي الدايمنشن في اي مكان انا عايزاه. في حاجه كمان، لو انا عايزه احرك الدايمنشن ده شايفاه ان هو قريب او بعيد ايا كان مكانه، او انا عايزه احطه في الجنب، بدوس على الدراج تكست اللي هي هنا دي النقطه دي كده، وبحركه مثلا لفوق كده، او بحركه للجنب كده، او بحركه في اي مكان انا عايزاه، وده بينفعني لما باجي اخد مقاس للارك. طيب انا هشيل الدايمنشن ده كده، هشيل ده، هنعمل مع بعض، ندوس على align وبدل individual reference هندوس كده وهنختار intervals، وبعدين هدوس هنا على حاجة اسمها options واقول له اعمل جنبها هنا صح، واختار السنتر، وهنشوف مع بعض هيتعمل الدايمنشن ازاي، واقول له اوكي. عندي هنا الالايند، وهاجي ادوس كده زي ما احنا شايفين خد لي المقاسات اللي موجوده للحوائط اهي، الفتحه والمقاس بالشكل ده. لو انا جيت كده خدت ده كده اهو، بيديني من الحائط للسنتر بتاع الفتحه اللي موجوده، فانا هنا عندي فتحه الشباك، خد لي السنتر بتاع فتحه الشباك، وهنا خد لي السنتر بتاع فتحه الشباك زي ما احنا شايفين كده. هنيجي نشوف مع بعض لو احنا كده عملنا دايمنشن كويس، وهي عندي هنا الاوبشنز هخليها الويدثز واقول له اوكي، واجي اختار من هنا كده اهو الدايمنشن بتاع الحائط كله زي ما احنا شايفين، بيديني الحائط بعدين الفتحه وبعدين الحائط وبعدين الفتحه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. يبقى ده الفرق ما بين السنتر والفرق ما بين الويدث لو انا عملت اللي هو البيك هنا عملتها انتر وورز. هنيجي نتكلم عن حاجه مهمه كمان، لو انا جيت عملت ده كده هنا individual زي ما كان، واجي اعمل align dimension من النقطة دي كده للنقطة دي كده كويس، وعايزة اكمل الدايمنشن على نفس الخط كده، بدل ما انا كل شوية اروح على align واجي اخد المقاسات، انا عايزة اخدها ورا بعض، بعمل ايه؟ بدوس على الالاين زي ما احنا شايفين لما بيديني بالازرق كده، بروح عند حاجة اسمها edit witness lines، او بدوس باليمين وبقول له edit witness line، واجي بقى انا عايزة دي كده اهو، يبقى اسهل لي في اخذ الدايمنشن بالشكل ده. يبقى انا ممكن اخد الدايمنشن بالشكل ده، وممكن اخدها واحدة واحدة، بس طبعا ده بيسهل لي ان انا اخد الدايمنشن. فتحت فايل جديد زي ما احنا شايفين الفايل الاولاني زي ما هو هنا مفتوح، وفتحت فايل فاضي زي ما احنا شايفين كده، وهاجي ارسم فيه وول على شكل ارك. اهو بالشكل ده، وعايزه اجيب الدايمتر بتاع الارك اللي انا عملته والريديوس بتاعه والطول بتاعه، بروح عند انوتيت هنا والاول بشوف الريديال وبقف كده اهو، بيديني الريديال من السنتر بتاع الوول لو انا عايزه من السنتر،
او ان انا برجع كده واقول له الدايمتر بتاعه نفس الكلام اهو. لو انا عايزه من النقطة الاولانية هنا بدوس على تاب وبدوس عليها وباخد المقاس فبيديني الدايمتر بتاع الارك من البداية هنا، تاب من الكيبورد بدوس عليها. لو انا مش عارفة احدد الشكل بقف عليه كده وبدوس تاب فبيتحدد لي الشكل بتاعي، يبقى ده الدايمتر. طيب لو شلنا الكلام ده كله اهو وجينا عملنا الارك لينس، هاجي ارسم ارك، اروح عند اركتكشر هنا وفي هنا موديل لاين وهختار الارك اللي انا هرسمه اهو، النقطة دي والنقطة دي، وعايزة اعمل اجيب اللينس بتاع الارك ده، بروح عند انوتيت هنا وبختار ارك لينس، بختار الاول الارك وبعدين بختار نقطتين، النقطة الأولانية والنقطة التانية بتاعته بيديني اللينس بتاع الأرك. يبقى احنا النهاردة اتعلمنا أساسيات الدايمنشن وازاي ان احنا نغير اللون ونغير في الدايمنشن وازاي ان احنا نتعامل معاه. كده انا خلصت الدرس بتاعنا النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. انتظروني في الدروس القادمة، استودعكم الله عز وجل.